اليوم إن شاء الله بدنا نستخدم tools وحنبدأ ب Power BI. طبعا اول ما تشغل الباور بي اي تظهر انت عندك هذه الشاشة اللي من خلالها انه انت بدك تضيف بيانات، والبيانات اللي انت بدك تضيفها زي ما انت شايف هنا انه ممكن تكون من مصادر متعددة. هنا جايب لك، هنا حطت لك الشائع اللي هو الاكسل اس كيو ال سيرفر، تمام. تعمل بيست لديتا من يعني بلانك تيبل، انه بتبدأ بتيبل فاضي وبتضيف البيانات اللي انت بتعبيها بنفسك، او تراي سامبل داتا سيت. هنا تراي ده سامبل داتا سيت، يعني حتكون انه هي عباره عن داتا سيت انه في تخصصات مختلفه بتحاول انه انت تنزلها وتشوف الداشبوردز اللي معموله فيها وتحاول انه انت تقلدها. طبعا هذا الكلام انه يا اما انه انت اذا كان المصدر اللي انت بتتعامل معاه انه هو موجود تضغط عليه مباشره هنا، مش موجود يا اما بتضغط هنا get data from another source، ولا بتروح هنا على هذه القائمه وبتختار ايش المصدر البيانات تبعتك. فخلينا نضغط هنا، راح يطلع لك dialog. الديالوج هذا بيظهر لك يعني ايش هي مصادر البيانات، واحنا في المساق حكينا عن مصادر البيانات بشكل كتير كتير كبير، لو انت بدك تجلب بيانات من مصادر متعددة، تمام. فهنا انت عندك حطيت لك الاول كل مصادر البيانات، بس هنا حطيت لك اياها تحت فئات. اول فئة اللي هي الفايلز، لو بتكون عندك الداتابيز او الداتا سيت انت عندك موجودة على شكل او يعني على شكل فلات فايل. ايش يعني فلات فايل؟ ملف نصي بدون تنسيقات. الفورماتنج اللي هي بولد والشغلات هذه انت ممكن تعملها يعني مش موجوده، تمام. بتكون البيانات ستراكتشرد، يعني انت ايش في عندك؟ انواع، عندك الاكسل، عندك السي اس في. ايش هو السي اس في؟ السي اس في يعني على سبيل المثال كوما سيبريتد فاليوز. يفترض انه هذا النوع مر عليك، يعني لو فتحت لك يعني هذا الملف انه انت ممكن تفتحه بالاكسل العادي، ولكن انه خليني افتح لك اياه بالنوت باد بلس بلس، وبتقدر انه انت تشوف انه هذه الداتا سيت انت عندك موجوده على شكل فلات فايل، ما فيش اي تنسيقات. كوما سيبريتد، ايش معنات كوما سيبريتد؟ عاده اول صف بيكون عندك هو عباره عن اسماء الاعمده، فانت عندك العمود الاول اوتلوك كوما، عشان هيك حكينا كوما سيبريتد CSV، تمام؟ CSV فايل. فأنت عندك الفاصل الكوما، بعدين اسم العمود الثاني، اسم العمود الثالث، الرابع، وعندك الكلاس ليبل. وهنا أنت عندك القيم. معنى ذلك إنه أنت عندك صني، صني هذه لإيش؟ للأوتلوك. والهوت هاي لإيش؟ للتمبريتشر. كلها كوما سيبريتد، كلها كوما سيبريتد. هذا هو CSV فايل. تمام. عندك الاكس ام ال، الاكس ام ال ستراكشر داتا، يعني انه انت بتحط البيانات بشكل ستراكشر، ممكن انه الباور بي اي عنده القدره يتعامل معها. الجيسون فايل بعتقد تعرفين ايش هو الجيسون، تمام، انه بيكون هو عباره عن داتا فورمات بيشبه الديكشنري. اذا انت اخذت الديكشنري في اي لغه برمجه بتكون انت عندك البيانات على شكل كي وفاليو، تمام. الكي هو اسم الاتريبيوت والفاليو هو قديش القيمه تبعته. فانت بتقدر انه انت تستورد مصادر يعني بيانات من فورماتس متعدده. هذا بالنسبه للفايلز، وهذا اللي احنا حنتعامل معاه في الاغلب في هذا الكورس، انه احنا حنتعامل مع فايلز الداتا سيت تبعتنا. فبالتالي المشروع اللي انا حطلبه منك اللي حينزل ان شاء الله بعد النصفي، حنزل لك مجموعه من الداتا سيت، تمام، هتكون على شكل فايلات انت بتستوردها عندك بهذا الاسلوب، تشتغل عليها المشروع تبعك، تمام. عندك مصدر ثاني هنا داتابيز، بتلاحظ هنا في الداتابيز اس كيو ال اكسس اوراكل اي بي ام داتابيز
ماي سيكوال، بوست جريز، معظم الداتابيز اللي موجوده في الدنيا بتلاقيها موجوده هنا، لانه كل واحده الكونكشن درايفر تبعتها انه هي مختلفه، فهتلاقي معظم الداتابيزز موجوده يعني هنا. فانت بتختار الداتابيز تبعتك، بتعمل كونكت، بتحط اليوزر نيم والباسورد، تمام، وبتستورد البيانات تبعتك. طبعا هذه الشغله بتكون يعني انت لما بتشتغل في اورجانيزيشن وفي شركة مثلا، فبيكون متاح لك انه انت تتصل بقاعدة البيانات الخاصة فيها بشكل مباشر. لكن زي ما حكينا، احنا عنا هنا في الكورس راح نتعامل مع فايلات، بس انه حبيت انه انا اورجي لك اياها، انه كررنا كتير في الكورس انه انت بدك تجيب مصادر بيانات، تمام، من بيانات من مصادر متعددة، بدك تحطها في الوير هاوس وتطبق عليها الاي تي ال. فحبيت اورجي لك ايش المقصود بمصادر مختلفة انت عندك للبيانات، تمام. اوكي، احنا بدنا نختار فايل، وبدي اختار هنا سي اس في، واول داتا سيت حنحملها هي الايريس داتا سيت، تمام. بحددها زي هيك، بحدد وين هي موجودة وبحددها وبعمل open، بطلع لي هذا الديالوج، هذه الشاشة هذه بيقول لي انه الديليمتر اللي هو اللي بيفصل الأعمدة عن بعض، بيقول لك انه انا لقيت انه هو كوما. تيجي بتفتح القائمة بتلاقي انت عندك هنا قيم مختلفة، ممكن تكون كولن، ممكن تكون سيمي كولن، ممكن تكون سبيس، ممكن تكون تاب. فبالتالي عندك ديليمترز مختلفة، مش دائما السي اس في انه الفاصل بيكون عبارة عن كوما، تمام. هنا بعرض لك اول 200 رو، وهنا الانكودينج تبع الملف، لانه ممكن يكون مكتوب بلغة مختلفة، او يعني السجلات بتظهر انه مخربشة، فبتختار الانكودينج الصح بحيث انه تظهر البيانات انت عندك بشكل تمام. بقول لك انه بالاعدادات هذه لقيت انه انت في عندك هاي الاعمدة، الامور تمام هيك، بدك تحملها، نعمل لود للداتا سيت، تمام. في عندك خيار تعمل لود بشكل مباشر، وفي عندك هنا الزر هذا بتعمل ترانسفورم للبيانات، والترانسفورم اللي هنا هو نفسه اللي احنا بنشرحه في المحاضرات، اللي انت بدك تعمل تحويلات على البيانات، ممكن تحول التايب تبع عمود معين، ممكن تضيف عمود جديد. فهذه الشغلات احنا خلينا نبدا ستيب ستيب، خلينا نحمل البيانات اول، بعدين هعمل ترانسفورميشن على البيانات، مش على الايريس، على داتا سيت ثانيه. لغاية الآن الأمور تمام، حملنا الداتا سيت. هتلاحظ إنه البيانات أنت عندك تحملت هنا، هاي الجدول وهي الأعمدة اللي موجودة فيه وهي الفيجوال. أنت عندك هذه الشاشة مقسمة لثلاث أقسام، أنت عندك هذه شاشة الريبورت تظهر فيها الفيجوالز تبعتك، تمام، وعندك الشاشة هذه الديتا اللي فيها ممكن تستعرض البيانات، السجلات تبعت البيانات تبعتك، وفعليا انت ممكن تستعرض البيانات الأصلية هنا بهذا الشكل تشوفها، تمام. وعندك هنا الديتا موديل اللي هو بيظهر لك الجداول والعلاقات بيناتها زي الداتابيز يعني بالضبط. احنا بدنا نرجع على الفيجوال، تمام. واول فيجوال انا بدي اعرضه، ممكن انه انت ببساطه تاخذ زي هيك عمود السبيشيز، عمود السبيشيز اللي هو نوع الزهره. خلينا نرجع للبيانات هنا. البيانات انا عندي ايش هي؟ سيبا لينث، طول السبله، سيبا الويد، بيتا لينث، بيتا الويد، والسبيشيز. السبيشيز يعني نوع، يعني الكلمه هذه ترجمتها نوع، نوع الزهر، هل هي سيتوسا ولا فيرسي كلر ولا فيرجينيكا، تمام. فهذا العمود هو السبيشيز، هيو موجود هنا، ممكن اخده ببساطه واعمل له دراج هنا بشكل مباشر. فجيت باي ديفولت، اذا انت اخترت انه انت تعمل دراج ودروب لعمود، باي ديفولت بعمل لك اياه على شكل جدول، تمام. فهنا الجدول هذا مكون من عمود واحد، والعمود هذا فيه يعني والجدول هذا في عمود واحد اسمه سبيشيز، بدي اضيف عمود ثاني، فبروح بختار، بدي اختار نفس العمود اللي انا اضيفه، هي ضفت السبيشيز، فصار انت عندك عمود سبيشيز وعمود ثاني السبيشيز. فبالتالي هنا هو بيظهر لك
الفئات تبعت الكلاس ليبل، بيظهر لك هذا سمري تيبل، هذا سمري تيبل، بيظهر الكاش الجدول كلها بشكل كامل. فهنا بيظهر لك انه شو الكلاسز اللي موجوده عندك، عندك 3 كلاسز. تمام، ضفنا عمود ثاني اللي هو نفس العمود، بس هنا انا بديش اعرض القيم تبعته، بدي اختار هنا من القائمه، بدي اختار الفيرست هنا معناها اول قيمه في اول سجل بيصادفه، اللاست اخر قيمه. تمام، انا بدي اختار الكاونت، اختار الكاونت هنا، فتحول العمود الثاني. هنا انت عندك العمود الاول اللي هو السبيشيز، العمود الثاني اللي هو الكاونت تبعها، فانت بتعرف هنا انه الداتا سيت تبعتك انه 150. تمام، كل كلاس 50 50 50، فانت عرفت ايش توزيع الكلاس ليبل بهذه الكيفيه. تمام، طبعا هذا الشكل تابيولر، كيف انه انت تجيبه، يعني ممكن انه انت تجيبه بالطريقه هذه، تضغط على التيبل زي هيك. تمام، وهيو ضاف لك هيو تيبل جديد، وتكرر العمليه هذه، احط السبيشيز وكمان مره السبيشيز، بس بدي الكاونت تبعها. تمام، ورجيتك اياها انه انت كيف تعملها بطرق مختلفه. هجيت انا ليش عملت واحد ثاني، لانه بصراحه بدي اغير نوع الفيجواليزيشن هذا لايش، بدي اغيره ل هذا. هذا بدي اغير النوع تبعه لاي، لنوع تشارت تاني، ممكن اغيره لباي تشارت، بعمل عليه كليك زي هيك خلاص تغير. تمام، في الباي تشارت انت بتلاحظ انه انت عامل لك دائره، كل حصه في الدائره، كل كلاس بيمثل حصه في الدائره، هي حاطه بلون معين. تمام، وحاط لك انه هنا الكاونت اللي هو 50، وهنا النسبه اللي هو بيمثل 33.33%، التلت يعني. تمام، او ممكن تعمله على شكل دونت بهذا الشكل. تمام، فانت عندك نفس الكيفيه، انه هنا انه هذا الكلاس سيتوسا فيرجينيكا 50، سجل 33.33%. هل جيت انت في الباي تشارت هذا، ممكن انا احط في النص زي ما تعودنا توتال، قيمة توتال ممكن تكون يعني بتمثل مثلا انه انا عندي هنا حصص الارباح تبعتي، ممكن انا احط التوتال تبع الارباح. انا عندي هنا 3 انواع من الكلاسز، بدي احط التوتال تبعهم. التوتال تبع الكلاسز هذا ممكن اجيبه من وين؟ في عندي هنا كارد، بضيف الكارد زي هيك، بزغرها، ايش بضيف عليها؟ بضيف عليها هايو في الفيلز هنا، بضيف السبيشيز، وبختار مش الفيرست، الفيرست زي ما حكيت انه اول قيمه، بختار الكاونت. فهنا طلع انا عندي 150، بختار انه هنا الكاونت اوف سبيشيز هذه انا بديش القي، يعني هذا النص بديش اظهره، بختار هنا بروح على الخصائص وبختار كاتيجوري ليبل بشيله. تمام، و ممكن هنا في الكول كول اوت فاليو اصغر القيمه هنا زي ما انت شايف قاعد بصغر معك، ممكن احط القيمه انا عندي 15 هيك، انا بصغر بالمربع. تمام، وبقدر ساعتها انه انا احطه في النص زي هيك، بمثل انت عندك توتال، عشان هيك الدونات انه بتكون عندك المنطقة الفاضية هذه اللي في النص، انت بتحط فيها عادة التوتالز او سمري السم او الافريج او اللي بدك اياه. تمام، طيب، فهنا شفنا اول نوع، او يعني اول نوعين، يعني انا عندي اللي هي الدونات بالاضافه للسمري تيبل. خلينا نشوف السكاتر بلوت. سكاتر بلوت بتضغط هنا في مكان فاضي، بتعمل كليك بس هيك في مكان فاضي عشان انه ما يحولكش الرسمه هذه، انه يضيف لك الرسمه هذه في مكان جديد. هاي السكاتر، السكاتر عاده تعبنا واحنا نشرح نقول انه السكاتر لايش بستخدمه، عشان
لا ايش ديسكفر يا شباب، ديسكفر يا شباب. لازم تكون عارف انه هذا النوع من التشارت او الفيجواليزيشن لايش بستخدمه. هذا بستخدمه عشان استكشف علاقة بين تو اتريبيوتس، علاقة بين تو اتريبيوتس. فانت زي ما انت شايف هنا انا عندي الاكس وعندي الواي، بدي اشوف العلاقة بين السيبل لينث، باخده دراج ودروب في الاكس، والبيتال والسيبل ويذ باخده زي هيك. بس انا بديش انه نقطة واحدة، السم هو عبارة عن مجموعهم كلهم عبارة عن نقطة واحدة، فعشان هيك بختار هنا من القائمة السمري. انت عندك هو عبارة عن يا اما سم او افريج او مينيموم، اقل قيمة اكبر قيمة، كاونت، ستاندرد ديفيشن، هذه كلها بتمثل رقم واحد. انا بديش هذا الكلام كله، بقول له دونت سمرايز، جيب لي القيم كلهم في الكامل، بالكامل حط لي اياهم في الاكس والواي. برضه نفس الفكرة بختار دون سمرايز، فبتطلع أنا عندي العلاقة بهذا الشكل. يعني هل تقدر إنه أنت تستنتج إنه أنت كل ما زاد طول السبلة بيزداد العرض تبعها؟ علاقة خطية صح؟ تمام؟ بدك الخطوات من أول وجديد؟ اوكي، هاجيت انا اخترت سكاتر بلوت، بختار الاتريبيوتس تبعتي بحطها هنا في الاكس والواي، اكس اكسس واي اكسس. هذا الدراج اللي هو سيبل لينث بحطه في الاكس، والبيتال عفوا البيتال لينث والبيتال ويذ بحطه في الواي. تمام، بس ركز معايا هنا، شوف يا شباب، يعني افضل طريقه انه انت تطبق معايا انه انت تتفرج عليا كيف بعملها للاخر وحاطي لك فرصه تطبق، تمام؟ احسن ما انه انت تشوف جزئيه وتيجي تطبق وانا بكمل في الشرح حتفوت عليك اجزاء عشان تفهم، لانه الكلام هذا يعني له علاقه، يعني لما احكي لك سمري تعرف تكون عارف ايش معنات سمري. فانت سيب اللي في ايدك، هل جيت حاطي لك فرصه تطبق كل جزئيه، بدي لك دقيقه دقيقتين انه انت تطبق. حكيت انا ضفت الاكس والواي لحاله، راح حاطط انه هنا سم وهنا سم. السم والسم هنا عبارة عن نقطة واحدة، فعشان هيك انت عندك السكاتر هو عبارة عن نقطة، هذا بتمثل مجموع البيتال لينث ومجموع البيتال ويث. هيو زي ما انت شايف امامك على الشاشة 179 و563. انا بديش السم، بديش نقطة واحدة، بدي النقاط كلهم، فعشان هيك انا بختار بقول له هنا don't summarize. معنى ذلك انه انت بتفهم السمرايزيشن انه انت لخص لك البيانات في نقطة واحدة. السمري هذا ممكن يكون الكاونت، ممكن يكون الافريج، ممكن يكون الماكس، ممكن يكون المين، ممكن يكون ستاندرد ديفيشن، هيهم كلهم زي ما انت شايفهم امامك على الشاشة. فبقول له هنا don't summarize، حط لي القيم زي ما هي في الاكس اكسس توزعت. في الواي اكسس بقول له نفس الكلام، تعمل لي سمرايزيشن، بدي النقاط زي ما هي. فبنتج انت عندك هذا الشكل من السكاتر بلوت. فانت بتقدر انه انت تقول والله كل ما زاد البيتا لينث بيزيد البيتا ويدث، او العكس صحيح، يعني انه لانه هذه العلاقه تزايديه. لقيت هدول النقاط كم نقطه؟ كتير. طب وهيك 150، هم فعليا 150 نقطة. كل نقطة بتمثل انت عندك انستانس في الداتا، وكل انستانس بتبع لك كلاس ليبل، فبالتالي ممكن الون النقاط هذه على حسب الكلاس ليبل. كيف؟ بروح باخد مين هو العمود تبع الكلاس ليبل، السبيشيز، باخده بودي وين عند الليجن مفتاح. فبصير انت عندك هنا كل نقطة من ال 150 هدول بتلون. ففعلا بتشوف انه انت في عندك هنا في المنطقه هذه في تداخل في الكلاس ليبل او لا، وهدول انه انت عندك تمام، انه كل هاي النقاط هي عباره عن بيتا لينث، عباره عن السيتوسن. تمام، فبالتالي تقدر تعمل فيجوال تستكشف فيه العلاقه بين الاتريبيوت، وبتقدر تلون على حسب الكلاس
ليبل بهذا الشكل. تمام، وصلت للمرحلة هاي. تمام، هجيت يفترض انه انا كل داتا سيت اعملها يعني ملف باور بي اي لحال، بس هنا انا اختصارا يعني بدي اجيب الداتا سيتس كلهم في نفس الباور بي اي داشبورد، بدل ما انه كل داتا سيت انه انا اعملها يعني انه حفظ. فهذا الملف بختار هنا فايل، بختار سيف از، وهنا زي ما انت شايف امتداد الملف بي بي اي اكس باور بي اي اكس. تمام، وبتختار هنا اسم الملف، بتسميه اسم، اي اسم تسميه، مثلا داتا فيجواليزيشن. وهذه الصفحة بعمل عليها دبل كليك، بغيرها لأيريس. تمام، هو بالعادة انه مش كل بيج انه انت بتسميها على حسب الداتا سيت، لا، البيج هذه انت مثلا بتستكشف فيها ترند، هذه البيج بتستكشف فيها علاقات بين الاتريبيوت، هذه البيج بتستكشف فيها الكلاس ديستريبيوشن. فانت متوزع على حسب نوع التشارت مش على حسب الداتا سيت. فاللي انا بسويه غلط هنا، تمام، بس انه انا بختصر علي الخطوات، بدل ما ضلني ان انا اعمل اكثر من ملف باور بي اي، خلص حطيتهم في نفس الملف، والفيجوالز كلها حطيتها، كل الفيجوالز اللي تعب على داتا سيت بروح بحطها في صفحة واحدة. تمام، هجيت انا بدي اجيب داتا ست ثانيه، بكرر نفس الخطوات. هنا جيت داتا، وبختار هنا سي اس في. الداتا ست الثانيه اللي بدنا نختارها هي الجولف اللي احنا درسناها. تمام، بختار، بعملها اوبن نفس الكيفيه، بقول لي انه هي التيبلز هيك الامور، تمام، ولا بدك تغير شيء؟ بقول له لا، اعمل لي لود للداتا ست. حنيجي للترانسفورميشن، فهتلاحظ انه الجولف داتا سيت موجوده عندك هنا، وهنا صارت انت عندك موجوده. يعني هنا انت ممكن تختار ايش الجدول اللي انت بدك تعرض السجلات تبعته، وبتعرضها بهذا الشكل. نرجع هنا على نعمل صفحه جديده، بدي اسميها جولف. بدنا نشوف توزيع الكلاس ليبل. كيف بدي اشوف توزيع الكلاس ليبل؟ بروح بختار هنا باي تشارت، وايش بدي اضيف عليه؟ وين الكلاس؟ انا عندي في البلاي، بروح باخذ في الفاليوز انه الكاونت والليجند، بختار البلاي، فعرض لي اياها بهذا الشكل. هجيت انا ممكن استكشف القيم تبعت كل اتريبيوت باستخدام البار بلوت هذا، ما اختارش الستاكت لانه في شي حاجه انه نعملها ستاك. بختار هنا البار بلوت، خليني احط لكم اياه هنا زي هيك. فهذا بدي احط فيه الاوتلوك، بروح باخذ الاوتلوك بحطه وين؟ في الواي. وفي الاكس ايش بدي احط؟ بهذا الشكل. فانت عندك الاكس اكسس الاوتلوك، تمام، اللي هي القيم تبعته اللي هي ريني، ساني، اوفر كاست، والواي اللي هو عباره عن الكاونت. هي الواي هو عباره عن الكاونت تبع الاوتلوك. لاحظ هنا اوتلوك وهنا كاونت للاوتلوك. تمام، لاحظ هنا لما انت تختار اي عمود بصير في عندك فلتره في البيانات. شوف الفلترة هذه ايش معناته؟ معناته انه انا لما اعمل كليك هنا ايش صار؟ صار في عندي فلترة للداتا سيت انه اختار كل السجلات الاوتلوك تبعها اوفر كاست. تمام؟ ايش بتلاحظ هنا؟ انت عندك النوم قديش تغير هنا الشارت، صار في انت عندك الباي شارت صارت مختلفة، انت عندك عدد السجلات اليس والنو ما كانتش انه هي كلها 14. تمام، فهنا انه ايش راعطي لك؟ اعطي لك اربعه سجلات
يس والنو زيرو. وهذا الكلام احنا فعلا درسناه لما كنا نشوف انه في الاوفر كاست. ايش حكينا عن الاوفر كاست؟ توزيع الكلاس فيها انه كله يس صح، وحكينا انه هو بيور صح، حكينا انه الاوفر كاست انه بيور 100% الكلاسز، وهي انت بتقدر تشوفها بهذه الكيفيه انه انت عندك 0% نو و4% واربع سجلات اللي هي بتمثل 28 يس تمام. فهي معنات انه انت لما تيجي انه انتر اكتف داشبورد انه انت بتقدر تعمل فلتر على الفيجوالز بهذا الشكل، يعني كثير انه هي مفيده. حكيت هذا الاوتلوك ممكن اضيف عليها الليجند اللي هو ايش؟ البلاي بضيفه هنا. فبصير انه انت عندك كل عمود بروح بعمل لي اياه عمودين، الاوفر كاست عمودين، عمود للياس وعمود للنوع، بس ما انت هنا شايفه عمود واحد ليش؟ ما فيش نوع، لكن هنا الصني فيها ياس وفيها نوع، اثنين وثلاثة، وهنا ثلاثة واثنين بهذا الشكل. فبالتالي هذا الشكل انت ايش ممكن تقلبه؟ ممكن تقلبه لستاك. فممكن تختار الرسمه هاي الستاك، فبصير ايش؟ بدل ما انه مثلا الصني بعمل لك اياها عمودين، عمود للياس وعمود للنو، بعمل لك اياهم عمود واحد وبقسمه جزء للياس وجزء للنو بهذا الشكل. فبالتالي هيك يعني انه انت شفت الستاك ايش معناته. هنا هذا كله يس ما فيش فيه نو، هذا فيه يس ونو تمام، وانت عندك المساحة تتناسب مع قديش عدد اليس وقديش عدد النو تمام يا شباب. اوكي خلينا نشوف داتا سيت جديدة ونشوف أنواع فيجواليزيشن جديدة. فبروح هنا بجيب سي اس في وبدي اختار هنا الويذر هيستوري، اختار معايا الويذر هيستوري، بختار اوبن، حمل لي. انت عندك اول عمود الفورماتد ديت تاريخ، لانه يعني بيحتوي على معلومات التاريخ والوقت والسمري، ملخص حالة الطقس، بارشالي كلاودي، موستلي كلاودي، وايش نوع المطر؟ هل هو رين ولا مثلا شاورز ولا دريزلز، زخات من المطر ولا قطرات من المطر. هنا عندك درجة الحرارة وعندك درجة الحرارة المحسوسة الـ apparent temperature، الرطوبة وسرعة الرياح إلى آخره. هيك الأمور تمام، بختار لود. تمام، وبفتح صفحة جديدة ويذر. بس قبل ما أفتح الصفحة جديدة بدي أروح على الويذر هذه، إيش بدي أعمل عليها؟ بدي أعمل عليها ترانسفورميشن. بروح هنا من هذه القائمة في الهوم وبختار ترانسفورم. لاحظ انه في الترانسفورم فتح لي شاشة جديدة، هذه بس للفيجوالز، هذه انه عشان اعمل ترانسفورميشن. فخليني اكبرها، بختار الويذر داتا سيت. ايش بدي اسوي؟ اقرأ معايا. شايف هنا انت عندك الفورمات الديت انه عليه الايكون هذه انه هو عبارة عن التايب تبعه تاريخ. السمري ايش محطوط عليه؟ اي بي سي، ايش معناته؟ سترينج. و البرسيب تايب اللي هو نوع المطر اي بي سي سترينج، تمبريتشر 1.2، فلوت كل الفلوت بتلاقيها 1.2، هنا 1.2 1.2، الويند 1.2، الويند بيرينج 1 2 3 انتجر تمام، وهكذا.
اوكي، فهنا انت صرت عارف انواع البيانات اللي هو اكتشفها لحاله. ممكن انه انت تقرر انه انت تغير في نوع معين. في التغيير هذا نوع من انواع الترانسفورميشن، هو نفس الترانسفورميشن اللي احنا درسناه في المحاضرات. فانا على سبيل المثال هنا انه الويند انا بديش ارقام عشريه، بديش 14.1 خلاص بكفي الكيلومتر، بديش كيلومتر مع فراكشن يعني، لانه مش كتير فرق. تمام، مش كتير فرق. فبروح بختار رايت كليك زي هيك، وبروح بختار تشينج تايب، وبختار هنا هول نمبر، فبروح بعمل تحويل لانتجر، وبعمل يعني بقرب يعني. مثلا لو عندك السرعه 4 فلور وسيلينج بالضبط، تمام، فبتختار هول نمبر. ف هنا انا عشان كنت انا محدد ستيب هنا، ف يعني بديش انا اغير الستيب الحاليه، فبروح بختار انه اد نيو ستيب مش ريبليس كرنت ستيب، تمام، لانه هو حاطط بالضبط، بختار اد نيو ستيب. فهنا ضاف الستيب هذه، والستيب هذه انا ممكن اعملها رينيم، واختار انه تشينج تايب، واقول له التايب تبع ايش، تبع الويند. فالستيبس هذه هي عباره عن الاي تي ال ستيبس اللي هو بيطبقها تباعا على الداتا سيت تبعتك، تمام. يبقى هاي عملت تحويل ترانسفورميشن، بدي اعمل تحويل ثاني، بدي اشتق اتريبيوت جديد، بروح بختار هنا اد كولوم، وبختار هنا كاستم كولوم، بتطلع لي هذه الشاشة. التيبل الجديد هذا خليني أورجي لك هنا. أنت في عندك درجة الحرارة وعندك درجة الحرارة المحسوسة، أحكي لك ليش في فرق بيناتهم. تمام، عندك درجة الحرارة، درجة الحرارة المحسوسة. ليش أنت في عندك درجة الحرارة تختلف عن درجة الحرارة المحسوسة؟ بسبب الرطوبة، يعني هذا كان في الصيف. تمام، في الصيف السبب الرئيسي يعني درجة الحرارة 30، 30 مش حر كثير بالمناسبة لو ما كانش في رطوبة، لكن لو كانت الرطوبة عالية يعني يا لطيف، بتحس إنه الحرارة أعلى من 30، بتحسها 38 مش 30. تمام، عشان هيك بيكون في عندك فرق بين درجة حرارة الجو والحرارة المحسوسة اللي أنت بتحسها، لأنه أنت بتتأثر بالرطوبة. تمام، ففي فرق أنا عندي بين درجة الحرارة العمود هذا والعمود هذا. طب في البرد ليش أنت بتحس درجة الحرارة المحسوسة في الشتاء أقل؟ يعني بتكون درجة الحرارة زي ما أنت شايف هنا 9.4، بس أنت بتحسها على إنه هي 7.3. شو السبب؟ مش الرطوبة أكيد، شو السبب؟ الريح. فعليا الريح لما انه هو بيصدي الجزيئات تبعت الهواء انه هي بارده تصطدم بشيء معين، فهي بتقلل من درجه، فهي كانه بتضلها تقلل من درجه الحراره، تقلل من درجه الحراره تبعتها. فلما تكون الريح ساكته بتحسش في فرق، بتحس انه سقعه اكثر لما يكون في ريح. تمام، لانه الريح فعليا بيعمل على التبريد جسمك، انت بتحس انه انت درجه حرارتك 38، لما تعرض نفسك للهواء ببرد، الهواء ببرد جسمك، لكن اذا كان الهواء ثابت ما بتشعرش بهاي الشغله بالضبط. تمام، فاحنا بدنا نجيب الفرق هذا، بدي اجيب الفرق هذا في عمود جديد، فبدي اختار هنا كاستم كولوم، واختار هنا اسميه تمب ديف، تمب ديفرنس. تمام، وبدي اختار هنا اعمل معادله اللي هي ايش، احط هنا في اليساوي، بدي احط له تمبريتشر ناقص الابيرنت تمبريتشر. هذا الفرق ممكن يكون بالموجب وبالسالب يعني. تمام، ممكن انت تحطه كقيمه ابسوليوت، لكن انا بالنسبه لي انه اتس اوكي يعني انه يكون بالموجب والسالب، عشان اعرف انه الفرق بالزياده ولا بالنقصان. فبختار اوكي، فبصير في انا عندي عمود جديد. تمام، انه في فرق انا عندي في درجة الحرارة. تخيل انه انت عندك هنا
بعض السجلات انه انت فرق درجة الحرارة انت عندك 8 درجات، فبالتالي انه يعني too much، صح؟ يمكن انا عملت اشي غلط، انا عملت اشي غلط، لانه لا 8 درجات كتير، 8 درجات كتير، انا عملت اشي غلط. والاشي الغلط هذا عشان انه انت ترجع تستدركه، بترجع هنا على الترس، تمام؟ أنا طارح درجة الحرارة من الهيوميديتي، فبالتالي لا بلغي الهيوميديتي وبطرح من الابيرنت تمبريتشر، تمام؟ هيك معقول إنه أنت تحس في فرق درجة حرارة درجة درجتين، معقول، أما 8 درجات كثير، تو ماتش. وهذه الخطوة برضه ممكن تعملها رينيم عشان لما ترجع تكون عارف الخطوات هاي، كل خطوة إيش بتسوي بالضبط. فهذه بعملها إعادة تسمية إنه آد كاستم، اللي هو add temp def column مثلا. فبالتالي انه هاي خطوات للترانسفورميشن اللي بيتم اضافتها تباعا. لاحظ، برجع بذكرك مرة تانية، انا وين؟ في شاشة تانية، تمام؟ هذه الشاشة تبعت الفيجواليزيشن، وهذه الشاشة تبعت الترانسفورميشن. عشان هيك انت عندك بعد ما تخلص في عندك الخيارات هذه، في عندك ابلاي بيطبق كل التعديلات اللي انت عملتها على الداتا تبعتك، في عندك close and apply، فبختار close and apply عشان ارجع. زي ما بتلاحظ هنا ايش راح يصير، قاعد بعمل load للداتا سيت من اول وجديد لانه صار في عليها عمليات transformation، تمام؟ نبدأ في الفيجواليزيشن تبعنا. بعد عملنا شوية عمليات transformation على الطقس، الطقس الفيجوالز اللي بتكون مناسبة معاه انه انا بختار هنا اللاين بلوت. كمان مرة انا سألت في السكاتر، قلت لكم يا شباب السكاتر لايش بستخدمه وكنتوا ناسين، يعني رجاء انه انت تحاول انه انت تطبق عملي، يعني انه عشان ترسخ المعلومة هذه. الهدف من الشغل من الشغلة هذه مش انه عشان اطلعك محترف باور بي اي، لا، الهدف انه انت تطبق عملي عشان المفاهيم النظرية ترسخ، عمرها ما راح يعني تطير من دماغك لما انه انت تطبق بشكل عملي. فبالتالي السكاتر خلاص انت بتعرف العلاقة بين اكس وواي، اتريبيوت واتريبيوت تاني. اللاين انه انت بدك تكتشف ترند، بدي اشوف الترند تبع درجة الحرارة، تمام؟ فبختار هنا لاين تشارت، بضغط عليه زي هيك بوسعه، وبختار هنا دائما اللاين شارت لازم يكون في تايم ستامب، عشان هيك انت بتختار هنا الفورمات التايم، وين بحطه، اكس ولا واي؟ تايم بيكون هيك ولا هيك؟ هيك في الاكس، تمام؟ ولاحظ انه هو تعرف، يعني انت عندك في التايم هنا اتعرف انت عندك على السنه والكوارتر، عشان تكون عارف هذا الكلام. ايش هو الكوارتر؟ بيقسم السنه لارباع، مدام أرباع يعني كم ربع؟ أربع أرباع، كل ربع كم شهر؟ ثلاث شهور، يبقى من واحد لثلاثة بسميها Q1، من أربعة زائد ثلاثة سبعة، هذا Q2، وهكذا، تمام؟ عشان أنت لما تيجي تشوف مثلا داشبورد إلها علاقة بالسيلز أو المبيعات، ويقول لك المبيعات في الـ Q1 أو الربع الأول من السنة، ودائما انت بتشوف في نشرة الاخبار الاقتصادية بيقول لك الارباح في الربع الاول من السنة ارتفعت ولا نزلت ولا صار فيها كذا وكذا وكذا. فبالتالي هنا لحاله انت بدون اي عناء انه الباور بي اي عنده القدرة انه يعمل معالجة للعمود تبع التاريخ ويستخرج هاي المعلومات بناء على انه انت في اي شهر في اي يوم. فبالتالي انت عندك بيقدر انه هو يفصل هذه الاتريبيوتس كلها، فعشان هيك انه مورجي لك اياه بشكل يعني بفرط لك اياه، تمام؟ هذا في الاكس اكسس. في الواي ايش بدي احط؟ درجة الحرارة هاي، تمام؟ بس ايش حط لك؟ حط لك مجموع درجة الحرارة. بدك تكون انت فاهم هل يعقل انه انت يعني مجموع درجة الحرارة، لانه انت عندك درجة الحرارة انت في اليوم بياخد اكثر من قراءة، فهل صح انه انت تحط مجموع درجات الحرارة ولا باخد الافرج بالضبط، تمام؟ فهاي بغيرها للافرج، لانه انت عندك شايف السكيل تبع درجات الحراره، تمام؟ عندك هنا 1000، هذا كلام مش منطقي، لازم تكون فاهم الكلام هذا كله. فهنا بتختار
انه انا بدي اظهر الافرج. هيك منطقي. تغير السكيل، انا عندي هنا من ماينس مثلا، من ماينس 10 تمام لغايه ال 40، انت من ماينس 20 ل 20 انت عندك السكيل تبع البيانات. تمام. طيب حقيقة هاي فيها تفاصيل كتير، لأنه أنت عندك البيانات هنا يومية. لو بديش اليوم، معنى ذلك إنه إيش حتكون؟ أنا عندي أصغر وحدة الشهر، معنى ذلك إنه الأفريج راح يكون للشهر، فبالتالي عدد النقاط أنت عندك بتصغر وبتقدر تشوف الباترن بشكل أوضح. فبتروح على الدي هنا وتقول بديش سجلات على مستوى اليوم، فبالتالي أنت بتاخذ الأفريج على مستوى الشهر. فانت عندك درجة الحرارة، هاي الترند تبع درجة الحرارة، درجة الحرارة باردة في الشتاء مرتفعة في الصيف، باردة مرتفعة، فعشان هيك الترند تبعها زي هيك. هل في شيء مش عادي هنا؟ طلع لي على الرسم. في 2012 كانت الحرارة يعني ساقعة كتير. قديش؟ ناقص 5، هذا كافريج. عشان هيك انه انت عندك بدي اشوف المينيموم، بدي اشوف اقل درجة حرارة، فبدل ما اقول له هنا بدي الافريج، فبروح بختار انه هنا بدي المينيموم، بدي اشوف اقل درجة حرارة. اقل درجة حرارة كانت في 2012 ناقص 21 او 21 تحت الصفر، انت متخيل؟ كتير برد كانت في 2012، هذه شغلة اكستريم، يعني كل السنوات اعتيادية اجت 2012 انه كانت اسقع سنة. طب بالنسبة ل، نرجع للافريج، عشان الافريج هو بدي لك يعني النظرة العامة، هل في يعني سنة كانت درجة الحرارة فيها مرتفعة كتير؟ يعني انه يعني هل بتلاحظ انه 2012 انه اجت الشتاء السقعة كتير، فبالتالي انه هذه اعلى وحدة، فانت ممكن انه انت تحط المؤشر عندك زي هيك واقرأ ايش كاتب لك. 2012 كيو 3، الربع الثالث من السنة، لانه انت في جولاي. تمام، لانه احنا اخترنا البيانات تكون على مستوى الشهر. قديش درجة الحرارة؟ اعلى درجة حرارة انت عندك 24، مش اعلى درجة حرارة، اعلى متوسط، يعني كان انه المتوسط تبعها كانت 24، كانت اعلى شيء. هنا عالية، هنا قديش كانت؟ 23، هنا 23، هنا 24، اللي هي 2012 حكينا انه اجت سقعة كتير، فبالتالي انه الصيف اجا هنا 23، يعني كلهم معظمهم 23 ما عدا 2012 اجت سقعة كتير فاجت 23، هذا كمتوسط. بدي اشوف ايش الماكسيموم، بدي اشوف اعلى درجة حرارة. تمام، فبختار هنا اعلى درجة حرارة الماكسيموم، فبالتالي هنا بعرض الماكسيموم كلها، فبتلاحظ انه 2012 انه الماكسيموم كان قديش؟ 38، في اعلى منها 2007، 2007 كانت انه 39، بس انه يعني من 37 ل 39 فرق درجتين مش كتير يعني، بس انه من ناحية سقعة كانت 2012 انه نزلت كتير درجة الحرارة، لكن انه من ناحية انه حرارة ما فيش تطرف كتير، يعني فرق درجة درجتين عن السنة الماضية، مش انه والله اجى يعني مثلا انه كتير كتير في فرق في درجات الحرارة. فبالتالي هنا تقدر انه انت شفت يعني شو اللي صار خلال 10 سنوات، قدرت احكي لك قصه، وهذا هي الفيجواليزيشن، انه انت من البيانات تحكي قصه انه شو صار في ال10 سنوات الماضيه. قدرت انا اعرف شو الوضع كان في درجه الحراره القصوى والدنيا والمتوسط. هل جيت؟ ممكن انه انا في اللاين تشارت انه انا اضيف اكثر من متغير، مش بس درجه الحراره، بدي اضيف ايش؟ بدي اضيف الرطوبه. فبضيف الرطوبه وين بدي اضيفها؟ على الواي. جنب وين؟ جنب التمبريتشر، وبختار هنا الافريج. ايش بتلاحظ؟ وقتيش انه انت تقرر انه انت تفصل
متغير وتحطه في تشارت لحال او لا. في وضع زي هيك الهيوميديتي مش مبينه، لانه السكيل تبع البيانات انه السكيل تبعهم مختلف شويه، لانه انت عندك هنا تطلع على البيانات، ارجع على الديتا واختار لي هنا الويذر واختار لي هنا الهيوميديتي. الهيوميديتي الرينج تبعها بين الصفر والواحد، رقم 10، وانه هو بيمثل نسبه مئويه، تمام. ودرجه الحراره حكينا من ماينس 20 ل 40، فالسكيل تبعهم مختلف، فانت مش قادر انه انت تشوف يعني. فبالتالي انه بدنا نقرر انه احنا ننقلها على رسمه مختلفه، فبالتالي هذا بنسخها زي هيك، بحدد الرسمه كنترول سي كنترول في، بنزل تحت هنا، تمام، هنا بشيل الهيوميديتي وهنا بشيل مين التمبريتشر. هيك صرت اشوف النمط او الترند تبع الهيوميديتي، تمام، انه انت عندك قديش انه اقل درجة رطوبة وقديش اعلى درجة رطوبة خلال السنة. بتلاحظ انه درجة الحرارة في لها باترن يكاد يكون يعني نمط محدد، ولكن الرطوبة هل تقدر تقول انه انت في عندك نمط محدد؟ لا، ما فيش، تمام. طيب نرجع هنا للتمبريتشر، بدي اضيف متغير تاني، ممكن اضيف الويند، الويند سبيد كيلومتر، بضيفها هنا للواي، وهنا نفس الفكره اختار افريج، وبما انه الرينج تبعهم انه متقارب نوعا ما، ففعليا قادر انه انا اشوف يعني النمط، واضح النمط تبع الويند، تمام. نمط الويند يعني ملوش نمط محدد يعني، بس انه يعني قدرت انه انا اميز انه وقتيش انه هو بيرتفع وقتيش انه هو بينخفض يعني بهذا الشكل، تمام. فهنا اللاين تشارت للترند، بتكتشف تستكشف فيه الترند. ممكن تضيف في اكثر من متغير، ولازم يكون انت عندك تايم ستامب، لازم يكون في عندك تايم ستامب، تمام. الويذر داتا سيت بالمناسبة انه هي غنية كتير، فممكن هذا اسميه ويذر واحد، واضيف صفحة تانية هنا واسميه ويذر اثنين. وايش بدي استكشف كمان؟ بدي استكشف السمري، السمري هنا ضفته كتابل زي هيك، زي ما انت شايف هذا عبارة عشان انت تشوف بس انه انت ايش السمري، انه انت عندك هو عبارة عن ملخص الجو، عبارة عن فئات زي ما انت شايف، هذه بريزي بريزي اند دراي. فهذه الفئات قديش توزيعها؟ فئات كثيرة. ممكن تضيف الكاونت، كيف تضيف الكاونت؟ برضو اروح على السمري واضيفه هنا واختار كاونت. حكيت هنا لما تطلع انت عندك 10,000، وهنا 300، وهنا 528، 516. فعليا انا بدي فيجوال، لو انت اخترت انه انت تظهر على سبيل المثال زي هيك، يعني مش قادر انه انت تقراه بشكل مريح يعني. في فيجوال لما تكون انت عندك عدد كلاسز كتير، في فيجوال احسن من الباي تشارت انه انت تظهر فيه هذا النوع من البيانات، او هذا النوع من الاتريبيوتس، اللي هو ايش اسمه؟ اسمه تري ماب. هاي نضغط عليه زي هيك، ايش بيحول لك؟ بيحول لك كل فئه، بيحول لك اياها على شكل مساحه، يا مربع يا مستطيل، والمساحه بتتناسب مع العدد، عدد السجلات، تمام. فهذه انا بدي اكبرها زي هيك، ايش بتلاحظ؟ انه انت عندك اكبر المساحات لايش؟ بارشال كلاودي، اوفر كاست، كلير، موست كلاودي، فوجي، وانت عندك هدول الفئات انه عددها قليل جدا، عشان هيك انه هي مساحتها ضئيله. فالفيجوال هذا اريح انه انت تصل المعلومه بشكل ادق وبشكل اسرع بكثير ما انه انت تعمل باي تشارت. هذا بالمناسبه ممكن تكبر حجم الخط، بروح هنا يعني بعد ما انت بتكون معلمه، بتروح هنا على الداتا ليبلز، ممكن اظهرها اللي هي العدد، شايف كيف
داتا ليبلز ممكن اعمل عليها كليك زي هيك، وبختار هنا انه بكبر الحجم تبعها، والكاتيجوري اللي هي هذه اللي هي بارشال كلاودي انه انا بكبر الخط تبعها بهذا الشكل. تمام. طيب في هذه الصفحة أنا بدي أركز على درجة الحرارة، مش إحنا عملنا فرق درجة الحرارة، بدي أشوف هذا الفرق كتير كبير منطبقين على بعض التو لاينز ولا إنه يعني. فإيش بختار؟ بختار للترند اللي هو اللاين تشارت، وبحط هنا في الإكس بحط التاريخ بدون اليوم، وبحط التمبريتشر في الواي طبعا كافريج، وايش كمان؟ لا مش الفرق، بدي احط درجة الحرارة المحسوسة اللي هو الامبيرنت تمبريتشر. اذا التو لاينز هدول منطبقين على بعض معنى ذلك انه ما فيش فرق، انه هي يعني هنا منطبقين ما فيش فرق كتير كبير، لكن في المنطقة هذه وين في فرق؟ هيو الفرق واضح بصير انت عندك. فبالتالي بتقدر تستنتج انه في الصيف في فرق بين درجة الحرارة المحسوسة ودرجة الحرارة العادية. لا مش كتير، في فرق بس مش مبين، مش كتير تمام، ولكن انه في الشتاء في فرق، في فرق واضح تمام. بتلاحظ انه اللاينز مش منطبقين على بعض، الفرق هنا انه انت عندك يعني ممكن انه هو يصل لثلاث اربع درجات يعني في هذه المناطق. هنا درجة الحرارة 2.42 وهنا درجة الحرارة صفر. هنا في الصيف انه عندك 21 و9 و21 و8، طبعا هذا افريجز يعني، هذا افريجز. ممكن تشوف هذا الكلام وين ببين اكثر معاك، في الماكس وفي المين. وبالمناسبة يعني أنا بدي أعمل لك رسمتين، عشان هيك يعني أنا ممكن حتى أعمل لك ثلاث رسمات. أنا أخلي لك الأفريج تمام زي هيك، وأعمل لك رسمة أحط فيها الميم ورسمة للماكس. يعني بالمناسبة أنت ممكن إيش تعمل؟ هذه تعمل الحدود تبعتها، تروح هنا في الجنرال وتقول له في الإفكتس وتقول له بدي فيجوال بوردر، وهذا نفس الكلام وهذا نفس الكلام عشان تبين الحدود تبعت كل رسمة تبعتك تمام. طبعا هذا حكينا إنه افريج، هنا بروح بختار الماكس وهذا ماكس وهذه الرسمة من تمام. بتلاحظ انه في الماكس انت في عندك يعني في سنة، في هذه السنة اللي هي 2010 في الربع الثالث في جولاي كان في فرق يعني واضح، يعني في اغلب اوقات السنة انه انت عندك في الماكسيموم تمبريتشر يعني انه ما فيش فروقات تمام، في السنوات محددة في فروقات، لكن في المينيموم تمبريتشر انه في عندك فروقات واضحة مش منطبقين كتير على بعض. وبما انه انا عندي نيوميريك اتريبيوتس ممكن انا اشوف هنا علاقة بين يعني استخدم السكاتر بلوت برضو هنا، فالسكاتر هذا بدي اظهره بين حرارة
ورطوبة، بس هنا انه don't summarize، والرطوبة هنا برضو don't summarize. هل في علاقة خطية؟ لا، ما فيش علاقة. ما بقدرش أقول دائما كل ما زادت درجة الحرارة بتزيد الرطوبة، أو كل ما قلت درجة الحرارة. الرطوبة في لها عوامل تانية، إنه هي كتير يعني إنه بهذا الشكل. تمام. هل في علاقة بين الرطوبة وسرعة الرياح؟ ممكن أشيل التمبريتشر وأحط هنا الويند سبيد. في علاقة، تقدر تقول إنه في علاقة خطية بين، بس هذا السم خليني أجيب الأفريج أو دونت سمرايز بهذا الشكل. لا، ما فيش علاقة، ما فيش علاقة بهذا الشكل. تمام. طيب، أعتقد الضغط ممكن إنه يدخل في الموضوع يعني، بس على أي حال يعني خلينا إحنا نتوقف هنا وبنكمل المحاضرة القادمة.